يعني في حاجات سيريس بروبلم لما احط لها بقى بوينتس وبعدين كل سنه بعمل كذا كل سنه خلاص كذا وبعدين لما تعمل كود ريفيو تعمل مش عارف بيبقى الموضوع منفض البروسيس اصلا مش جاي يعني ده. تمام الليميتيشنز اللي ممكن تقابلنا هنعمل جيم والله لطيفه طب هنخبط في ايه؟ هنخبط في ان البيهيفير تشينج مش سهل لو عايز تتغير حاجه زي البلايمنج كلتشر خصوصا لو هي بقى كمان متاصله في 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 الكلتشر بتاعت الشركه خلاص لا ماشي تمام هيبقى الموضوع مش سهل انا اغير ناس تيم شغال بقى له خمس سنين على نفس الطريقه عشان تغيروا بقى الموضوع مش سهل ومش جيم اللي هتغيره يعني الجيم دي ممكن تبقى الا ممكن تحط حاجات تانيه كتير مش كل الناس بتشجع بنفس الحاجه اللي بيتشجع بالتشالنجز غير اللي بيتشجع بالسوشياليزيشن غير اللي بيتشجع بالاتشيفمنت مش كل الناس بتشجع بنفس الحاجه ومحتاجه اكسبيرينس كتير عشان توصل لحاجه سوليد محتاج تاخدها اجايل تاخد فيدباك اكسبيرمنت وتيجي تاني وممكن اللي لازم هم اوت اوف كنترول نفس فكره ان انا ايه ده انا ماشي في الجيم ولا ماشي في الجيم اشتغل ولا بقى الدنيا بالنسبه لهم كونفيوزنج يعني دينجرز بقى دي اكتر من ليميتيشنز ان انت داوت لما البلايرز داوت يور انتشنز لو انا حاسس ان انت بتستغلني عشان حاجه ثانيه دي كمان مش ممكن تبقى مع التيم قوي بس ممكن تبقى مع مثلا انا بعمل حاجه بشجع الناس تشتري اكتر بتضحك عليا لو زي الشعبيه كده بيستغلونا كلنا عشان ندور على الجالون ما كانش في جالون حاجه زي كده او ان الناس تتعود ان هي تسيب ريوردز ومن غير ريوردز ما الناس مش تشتغلش فدي برضه مشكله ثانيه او ان الريوردز بتكون بولي خلاص بقى تعودنا على ان احنا ستارز بقى الناس هتزهق فمحتاج تزود حاجه ثانيه مع الوقت او ان الريوردز كان دي موتيفيت خصوصا في الانترنسك موتيفيشن يعني عملوا تجربة عن الأطفال دي أطفال حتى مش ناس هو يحبوا الرسم لما عملوا لهم تعالوا ورسموا أكتيفيتيز لطيفة عملوا لهم مسابقة وخلوا المسابقة دي جايزة مادية الناس بقت دي ممكن إنها ترسم أنا كنت بس عشان بحب الرسم مش عشان المادية يعني ممكن إيه مسابقة جايزة مادية يعني اتفضلي هكمل بعض لا خلاص يعني انا بتكلم ان الجايزه ممكن ما تهمنيش ال 100 جنيه دي هعمل بيها ايه هاكل بيها مره هاخد بيها اشتري بيها حاجه بس انا بحب الرسم اكتر هل ده ان هو الريورد الاكسترنال يربليس الحاجه اللي انا بحبها اصلا كنت عايز اقول يعني انا شفت يعني طبعا هيبقى ناس كتيره مرت بكده بس انا شفت اتليست واحد بروجرامر قبل ما يشتغل بقى بياخد منها فلوس كان بيشتغل كان بيبرمج وهو مبسوط وهو موتيفيت بعد ما ده الناس بتدي له فلوس لازم اعمل كذا عشان تاخد كذا هو بيحس ان الفلوس بقت حاجات دي موتيفيتنج فدي نقطة غريبة قوي هي دي غريبة بس هي سايكولوجيكال موجودة فيها لو بتحب تعمل الحاجة مش لازم يعني متكلمش انت اكيد ممكن مثلا ده كان بيشتغل قوي معاك وبعدين بدأت تديله حاجة فول تايم بس هي فكرة ان انت تحط له ريورد عشان خلصت كذا غير مثلا المرتب احنا متفقين على المرتب بس خلصت كذا هديك انسنتف خلاص فانا ببقى عايز الانسنتف بعد كده بس هديك انسنتف طبعا مش عايز اعمل حاجة تيبس اند تريكس كده فوكس على intrinsic motivation يعني ان انا لو الناس دي حابه ايه وانا حابه ان انا اشجعه بشكل ما يعملوش دي motivation وشوف الجولز والفاليوز بتاعت الناس ايه التيم ده انا اشجعه ان هو يسهر اكتر ولا اشجعه ان هو يتعامل مع بعض عشان هم يبقوا مرتاحين ويبقوا بيلعبوا معايا هم مش تيم فوكس اون فن الموضوع يبقى فن وهي محتاجه iterations كتير عشان توصل لجيم كويسه لو احنا هنخترع حاجه هنعمل حاجه نجربها مع التيم محتاجه iterations وفيدباك كتير طيب انا كده طبعا خلصت لو حابين ان احنا نقعد نص ساعه نطلع افكار جيمز كده ممكن نستخدمها